بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. نستكمل اليوم درس تصنيف التفاعلات الكيميائية الجزء الثاني منه، والمقرر على طلبة توحيد المسارات المستوى الأول كيمياء أو اثنين، وكذلك على طلبة النظام التعليم الفني والمهني في مقرر كيم 802 المستوى الأول أيضا. في الدرس السابق أحبتي تناولنا عن ثلاثة أنواع من التفاعلات الكيميائية، وهي تفاعلات التكوين، تفاعلات الاحتراق، وتفاعلات التفكك. اليوم بإذن الله تعالى سنستعرض معكم النوع الرابع والأخير من أنواع التفاعلات الكيميائية، وهي تفاعلات الإحلال بنوعيها البسيط والمزدوج. فاستمتعوا معنا اليوم لأننا سنجري الكثير من التجارب الكيميائية الممتعة جداً. فنبدأ أولاً أحبتي بالنوع الأول، وهو تفاعلات الإحلال البسيط. لاحظوا كلمة الإحلال، عندما أقول كلمة الإحلال أي أن يخطر في بالي فوراً أن مادة تحل محل مادة أخرى. لاحظوا هذه الصيغة العامة لتفاعلات الإحلال. لاحظوا هنا لدي عنصر A، هذا عنصر، عفواً عنصر، والمادة الأخرى عبارة عن مركب BX. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ سيحدث كالتالي، لاحظوا معي أن عنصر الـ A سيحل محل عنصر الـ B، يطرده من مكانه، وسيقوم عنصر الـ B بالخروج منفردا وحيدا. فسيكون الناتج كالتالي، AX زائد B. فلاحظوا أن الـ A حلت محل الـ B. فهذا هو ببساطة تفاعل الإحلال البسيط، أن هو تفاعل كيميائي تحل فيه ذرات عنصر محل ذرات عنصر آخر في مركب. مثال على تفاعل الإحلال البسيط، لاحظوا معي أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية ممكن أن تحدث في تفاعلات الإحلال البسيط. النوع الأول هو أن يحل الفلز محل فلز آخر. لاحظوا معي هنا هذه الصورة، وضعنا ساق من النحاس، هذا الساق عبارة عن ساق من النحاس، وهذا المحلول الأزرق عبارة عن محلول AgNO3 نترات الفضة. ما الذي حدث؟ بعد فترة من الزمن سألاحظ أن النحاس حل محل الفضة. وماذا فعلت الفضة؟ الفضة أصبحت منفردة بشكل عنصر، فهذا العنصر الناتج كما ترون هذا العنصر هو عبارة عن عنصر الفضة. حسنا، ننتقل الآن إلى أمثلة عملية. هل دائما يستطيع أي فلز أن يحل محل أي فلز آخر؟ هل دائما هذا التفاعل سيحدث؟ ما رأيكم أن نجرب بهذه المواد الكيميائية الموجودة لدينا؟ ماذا سنفعل الآن؟ سنفاعل فلز الخارصين مع محلول كبريتات النحاس. فلنبدأ بهذا التفاعل معا. لدي هنا بعض المواد الكيميائية، لدي هنا فلز النحاس، هذا هو فلز النحاس. سنأخذ القليل منه ونضعه في أنبوبة الاختبار. سأخذ القليل فقط من فلز الخارصين وأضعه في أنبوبة الاختبار، ويجب دائما علينا الحرص في أثناء استخدام المواد الكيميائية. وضعنا هنا فلز الخارصين كما ترون، والآن ماذا سنضيف؟ سنضيف محلول كبريتات النحاس. محلول كبريتات النحاس يتميز بهذا اللون الأزرق الجميل كما تشاهدون. لدي هنا البعض منه في هذا الكأس، لدي هنا كأس كبريتات النحاس. ماذا سأفعل الآن؟ سأضيف كبريتات النحاس إلى فلز الخارصين وأنتظر قليلاً. لاحظوا هنا التفاعل عبارة عن محلول النحاس، أو عفواً محلول
كبريتات النحاس مع الخرصين. لاحظوا هنا ربما اللون أريد أن يبين قليلا، عفوا. بدأ الآن حدوث التفاعل، سألاحظ، لنعود إلى هذه التفاعل، نعود إلى المعادلة الكيميائية. لاحظوا في هذا التفاعل أن الزد أن سيحل محل السيو، زد أن SO4 مجموعا مع السيو. فإذا هذه المادة المتكونة في أسفل أنبوبة الاختبار هي في الأساس عبارة عن فلز النحاس. ربما هذا التفاعل يأخذ وقتا قليلا للحدوث. لدي هنا هذا التفاعل أجريناه قبل فترة، قبل يومين تقريبا. لاحظوا معي هنا، ربما يكون أوضح بهذه الطريقة، لاحظوا معي أن اللون الأزرق تقريبا اختفى. انظروا إلى هذا التفاعل الحديث وهذا التفاعل القديم، لاحظوا أن اللون الأزرق اختفى في التفاعل الثاني، وتكون لدينا هنا عنصر النحاس وهو راسب أحمر. لاحظوا هذا الراسب الأحمر هو عبارة عن عنصر النحاس، فحل النحاس محل الخرصين. فهذا هو تفاعل الإحلال البسيط حيث حل الفلز محل فلز آخر. ننتقل الآن إلى مثال آخر. سنعكس الآن سنجري العملية بشكل معكوس، سنضيف فلز النحاس ونضيف عليه محلول كبريتات الخرصين ونرى ماذا سيحدث. لننتقل معا، لاحظوا معي هنا هذا عبارة عن فلز أو محلول كبريتات الخرصين، سأسكب منه قليلا هنا. تذكروا الحرص دائما. وأضيف فلز النحاس، لاحظوا هذه أنبوبة اختبار، سأضيف لها فلز النحاس، هذا هو خراطة النحاس، سأضيف القليل منها فقط في أنبوبة الاختبار. هذا هو فلز النحاس، نأخذ القليل منه ونضيفه في أنبوبة الاختبار. نحكم إغلاق الغطاء ونضع هنا، نضيف محلول كبريتات الخرصين إلى النحاس. لاحظوا الآن أعزائي، ننتظر قليلا، ننتظر. هل يحدث تفاعل أحبائي؟ هل تلاحظون حدوث أي تغير سواء في المحلول أو في الفلز؟ أخبركم أنا أحبائي، هل هناك غاز ناتج؟ هل هناك تغير في اللون؟ هل هناك أي دليل على حدوث تفاعل كيميائي من الأدلة التي تناولناها سابقا؟ بالتأكيد لا نشاهد أي تغيير، ولو انتظرنا عدة أيام لن يحدث أي تفاعل. لماذا؟ لاحظوا، لنعود إلى هذا التفاعل الكيميائي Cu زائد ZnSO4. في هذه العملية لن يحدث تفاعل، فسأكتب في جهة النواتج Nr، وNr مقصود بها No Reaction، أي أنه لا يحدث تفاعل أبدا، لا يحدث تفاعل. لماذا؟ لماذا حدث هنا تفاعل وهنا لم يحدث تفاعل؟ أحبائي، في الكيمياء ليست كل العناصر لها نفس القوة أو لها نفس النشاط، وقد تم ترتيب العناصر بحسب نشاطها الكيميائي إلى سلسلة تسمى سلسلة النشاط الكيميائي.
حيث رتبت فيها العناصر من العناصر الأكثر نشاطاً إلى العناصر الأقل نشاطاً. فلاحظوا مثلاً الروبيديوم هنا، الروبيديوم من أكثر العناصر نشاطاً، دائماً يتفاعل، بينما الذهب لا يتفاعل إلا بشكل بسيط جداً، ولذلك نستخدمه في المجوهرات لأنه نشاطه قليل لا يتفاعل. فلاحظوا معي، نعود إلى هذين التفاعلين اللذين أجريناهما. في البداية أضفنا الخرصين مع كبريتات النحاس، حل الخرصين محل النحاس. لنعود الآن إلى سلسلة النشاط الكيميائي. لاحظوا معي هنا الخرصين وهنا النحاس، أيهما أكثر نشاطاً؟ أيهما أكثر نشاطاً؟ الأكثر نشاطاً هو الخرصين أكثر نشاطاً، والأقل نشاطاً هنا الخرصين أكثر، والأقل نشاطاً هو فلز النحاس. وبالتالي بما أن الخرصين أكثر نشاطاً من النحاس، فإذا تم التفاعل وحل الخرصين محل النحاس. في التفاعل الثاني ماذا حدث؟ في التفاعل الثاني هل استطاع النحاس أن يحل محل الخرصين؟ لم يستطع، لأنه أقل نشاطاً منه. فكروا فيها بهذه الطريقة، هل يستطيع النحاس الضعيف القليل النشاط أن ينتزع الخرصين القوي ويحل محله؟ بالتأكيد لا. ولاحظوا هنا لا يحدث أي نوع من أنواع التفاعل. لاحظوا السلسلة الكيميائية أيضاً، سلسلة النشاط الكيميائي، ماذا حدث؟ هنا النحاس أقل نشاطاً من الخرصين، وبالتالي لم يتفاعل معه، لم يستطع أن يحل محله. فهذا هو النوع الأول من أنواع تفاعلات الإحلال البسيط. وهكذا أحبائي، لاحظوا مثلاً لو أعطينا تفاعل آخر لمثلاً ما بين الصوديوم مثلاً، ونغير اللون قليلاً، لو فعلنا الصوديوم مع مثلاً الألمنيوم، فعلنا الصوديوم والألمنيوم معاً، هل تتوقعون أن يحل الصوديوم محل الألمنيوم أم يحل الألمنيوم محل الصوديوم؟ لاحظوا مثلاً لدي هنا فلز الصوديوم مع كبريتات الألمنيوم مثلاً، لاحظوا ماذا سيحدث الآن؟ الصوديوم أكثر نشاطاً من الألمنيوم، الصوديوم أكثر نشاطاً من الألمنيوم، وبالتالي يستطيع أن يحل محله لتكوين Na2SO4 أي كبريتات الصوديوم مع، ويخرج الألمنيوم خارج أو تنكسر الرابطة هنا وينتج الألمنيوم، فلز الألمنيوم. لو عكسنا الآن وضعنا الألمنيوم، قطعة من الألمنيوم، وأضفنا عليها محلول كبريتات الصوديوم، ما رأيكم؟ بالرجوع إلى السلسلة، سلسلة النشاط الكيميائي، سنلاحظ أن الألمنيوم أقل نشاطاً من الصوديوم، وبالتالي لن يستطيع أن يحل محله، فلن يحدث أي نوع من أنواع التفاعل، no reaction. بالعودة إلى الفضة والنحاس اللذين شرحناهما في بداية هذا المثال، لاحظوا هنا حدث تفاعل، تكونت لدي الفضة في هذه، ترسبت لدي الفضة. لماذا؟ لأن النحاس أكثر نشاطاً من الفضة فاستطاع أن يحل محله، بينما لو كان العكس، لاحظوا سنلاحظ الفرق ما بين النحاس والفضة في سلسلة النشاط الكيميائي. لاحظوا لدي هنا النحاس، أين النحاس؟ هذا هو، والفضة هذه هي. إذن هل لاحظتم أن النحاس أكثر نشاطاً من الفضة، وبالتالي استطاع أن يحل محله ويطرد الفضة خارجاً لنحصل على فضة حقيقية، فلز الفضة. وهذا الذي حدث. طيب، ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع تفاعلات الإحلال البسيط، وهي أن يحل لا فلز محل لا فلز آخر.
أيضا لدي سلسلة نشاط كيميائي لألافل الذات، تبدأ بالفلور مرورا بالكلور والبروم وانتهاء باليود الأقل نشاطا، وتعرف هذه العناصر بالهالوجينات وهي عناصر المجموعة رقم 17. لاحظوا معي بنفس الطريقة هذا التفاعل، لدي هنا غاز الفلور ومحلول بروميد الصوديوم. ماذا سيحدث؟ انظروا إلى هذه لنناقش ماذا سيحدث الآن. لاحظوا حسب السلسلة أن التفاعل يحدث الآن ما بين الفلور، أريد أن أقارن ما بين نشاط الفلور ونشاط البروم. هذا هو الفلور وهذا هو البروم، أيهما أكثر نشاطاً؟ لاحظوا الفلور أكثر نشاطاً من البروم، إذن هل يستطيع أن يحل محله؟ نعم، أحسنتم، سيحل الفلور محل البروم لأنه أكثر نشاطاً منه. وماذا سيحدث؟ سيحدث التالي، سيتفاعل الصوديوم مع الفلور ويخرج البروم على شكل غاز بروحه، تمام؟ إذن ننتقل إلى المعادلة الثانية، ماذا لو عكسنا؟ ماذا لو حدث العكس؟ فاعلنا هنا غاز البروم مع فلوريد الصوديوم، ماذا سيحدث؟ انظروا إلى السلسلة، سلسلة النشاط الكيميائي للهالوجينات، لدي هنا بروم ولدي فلور، أريد أن أقارن ما بين نشاطهم الكيميائي. هذا هو الفلور وهذا هو البروم، البروم أقل نشاطاً والفلور أكثر نشاطاً، هل تتوقعون أن يحدث تفاعل؟ هل يستطيع البروم أن يحل محل الفلور؟ لن يستطيع، لماذا؟ لأنه أقل نشاطاً من الفلور وبالتالي لن يحدث التفاعل. النوع الثالث أحبتي هو عبارة عن أن يحل الفلز محل الهيدروجين في مركب ما. لاحظوا معي مثلا هذا التفاعل، لدي هنا عنصر الليثيوم ولدي هنا مركب الماء. لاحظوا أن الماء يحتوي على ذرتي هيدروجين، وللتسهيل سأكتبه لكم بهذا الشكل HOH، ما رأيكم؟ نفس الشيء، هنا O واحدة وهنا ذرتي هيدروجين بنفس الطريقة ولكن لتسهيل الشرح. لاحظوا ماذا سيحدث الآن، الليثيوم سيحل محل الهيدروجين، وأين ستذهب الهيدروجين؟ ستخرج وحيدة على شكل غاز الهيدروجين ويتصاعد إلى أعلى لأنه غاز. توقعوا الآن أحبتي بنفس ما درسنا في النوعين الأول والثاني، لماذا حل الليثيوم محل الهيدروجين؟ بالتأكيد لأن الليثيوم أكثر نشاطاً من الهيدروجين بحسب سلسلة النشاط الكيميائي. ما رأيكم الآن أن نجري بعض التفاعلات الكيميائية لنشاهد هل سيحل الفلزات التي سنضعها محل الهيدروجين أم لن تحل محلها؟ لنذهب إلى هذا التفاعل مثلاً، نتوقع نتائج التفاعل الكيميائية التالية، لدي هنا الحديد مع محلول كلوريد الهيدروجين، حمض الهيدروكلوريك. ولكن قبل أن ننتقل إلى التفاعل الكيميائي أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا أتمنى أن تنتبهوا معي. لاحظوا هنا لو هذه السلسلة خاصة بالفلزات، يمكن أن نضيف عليها الهيدروجين لأن كونه لا فلز، الهيدروجين سيكون محله هنا ما بين الهيدروجين سيكون محله هنا ما بين الرصاص والنحاس، أتمنى أن تدونوا هذه الملاحظة، هنا سيكون الهيدروجين في هذه المنطقة ما بين الرصاص والنحاس، فإذن الهيدروجين أكثر نشاطاً من النحاس وأقل نشاطاً من الرصاص، موجودة في جميع المراجع يمكنكم أن تعودوا إليها. فإذن لنجري بعض التفاعلات الكيميائية، لدينا هنا فلز النحاس مع حمض الهيدروكلوريك. التجربة الأولى هي تفاعل برادة الحديد، عنصر الحديد هنا مع الـ HCl محلول حمض الهيدروكلوريك. لاحظوا معي سنبدأ بإجراء هذه التجربة
بحرص شديد جدا لأن هذا لدينا حمض. نسكب قليلا هنا. نحكم إغلاق الغطاء. ولدينا هنا أنبوبة اختبار سنأخذها، ولدينا هنا برادة الحديد سنفتحها أيضا بحرص، ونأخذ القليل منها فقط لنضعه في أنبوبة الاختبار لدينا. نحكم أيضا الإغلاق ونجري التفاعل الكيميائي. هذا هو الحديد، هذا هو الحديد، برادة الحديد. وسنقوم الآن بسكب أو بمفاعلة حمض الهيدروكلوريك مع الحديد. ماذا سيحدث الآن؟ هل تتوقعون أن يحدث أي نوع من أنواع التفاعل هنا؟ هل تتوقعون أن يحدث التفاعل؟ لاحظوا، لاحظوا هنا، هل تشاهدون هذا التفاعل أحبتي؟ لاحظوا فقاعات، لاحظوا هذا التفاعل، لاحظوا فقاعات الغاز التي تتصاعد. أي غاز هذا الغاز تتوقعون؟ لاحظوا أن الحديد يتفاعل ويتآكل، يتآكل الحديد الآن. حسناً، لنعود إلى التفاعل الكيميائي. لاحظوا هنا لنقارن ما بين نشاط الحديد، هذا هو الحديد، وعندنا هنا الهيدروجين. أيهما أكثر نشاطاً؟ لاحظوا أن الحديد سيكون أكثر نشاطاً من الهيدروجين، ولذلك حدث التفاعل، لذلك استطاع الحديد أن يحل محل الهيدروجين بهذه الصورة FeCl3، وتصاعد لدينا غاز الهيدروجين. لاحظوا في أنبوبة الاختبار يجب أن يكون هذا الغاز هو عبارة عن غاز الهيدروجين. ما رأيكم أن نختبر هل هذا الغاز غاز هيدروجين أم لا؟ المعروف عن غاز الهيدروجين أنه يصدر صوت فرقعة عند اقتراب شعلة صغيرة منه. لنلاحظ، لاحظوا الآن لدي شعلة بسيطة، أتمنى ألا تجربوا هذا الشيء في البيت أبدا. لاحظوا، إذن فرقعة بسيطة جدا حدثت نتيجة وجود غاز الهيدروجين وتصاعدت رائحة قوية جدا. إذن ننتقل إلى نوع آخر أو مثال آخر. إذا شاهدنا هنا النحاس مع محلول كلوريد الهيدروجين أو حمض الهيدروكلوريك. مثال آخر لدينا هنا فلز النحاس، هذا هو فلز النحاس، فلز النحاس. أيضا سنضع القليل منه في أنبوبة اختبار، هذه أنبوبة الاختبار لدينا، سنضع فيها القليل من النحاس. وسنضيف لها محلول حمض الهيدروكلوريك. لاحظوا ماذا سيحدث. هل حدث تفاعل؟ هل لاحظتم أي فقاعات تتصاعد؟ ما رأيكم؟ لنستعين بالسلسلة، سلسلة النشاط الكيميائي. لاحظوا هنا، لاحظوا معي النحاس هذا هو، والهيدروجين أخبرناكم أن الهيدروجين هنا في هذه ما بين الرصاص والنحاس. أيهما أكثر نشاطاً؟ ما رأيكم؟ الهيدروجين أكثر نشاطاً من النحاس، فهل يستطيع النحاس الأقل نشاطاً أن ينتزع الهيدروجين ويحل محله؟ بالتأكيد لا، لن يستطيع لأنه أقل نشاطاً
من النحاس أقل نشاطا من الهيدروجين، وبالتالي لن يحدث أي تفاعل. لاحظوا لو انتظرنا طويلا لن يحدث أي نوع من أنواع التفاعل الكيميائي لأن الهيدروجين أكثر نشاطا. لنجري تجربة أخيرة، لدينا هنا فلز الخارصين مع محلول حمض الهيدروكلوريك. قبل أن نجري التجربة، ما رأيكم أن نتوقع النتائج فقط من خلال سلسلة النشاط الكيميائي ثم نقارن بالتجربة الكيميائية؟ لاحظوا معي هنا الخارصين والهيدروجين، هنا محل الهيدروجين، أيهما أكثر نشاطاً؟ الخارصين أكثر نشاطاً، وبالتالي يمكن أن يحل محل الهيدروجين لأن الهيدروجين أقل نشاطاً منه. لنتوقع النتيجة، ماذا سيحدث؟ ZN سيحل محل الهيدروجين ويتصاعد لدي غاز الهيدروجين. على النحو التالي ستكون النواتج ZN Cl2 ويتصاعد معي غاز الهيدروجين. لنثبت هذا عملياً. لاحظوا معي، لدي هنا أنبوبة اختبار أيضاً، سأضع فيها القليل من الخارصين. هذا هو فلز الخارصين. الزدن أو الزنك، هذا هو، سأضع القليل منه في أنبوبة الاختبار. سنقوم بنفس التجربة، نضيف الـ HCl. لاحظوا الآن معي، واضح جدا وجود غاز الهيدروجين. لاحظوا الفقاعات، نفس عملية الفوران التي تحدث في المشروبات الغازية نتيجة وجود غاز الهيدروجين. لاحظوا هنا أن الخارصين يتآكل الخارصين ويتصاعد غاز الهيدروجين محله. لماذا؟ لأن الخارصين أكثر نشاطا من الهيدروجين فاستطاع أن يحل محله. نحاول الآن أيضا أن نسمع، توقعون أن هذا غاز الهيدروجين سيحدث صوت فرقعة، فلنلاحظ حدث التفاعل بهذه الطريقة. بعد مدة سينتهي كل الخارصين ويتصاعد لدي غاز هيدروجين ويتكون لدي هذا المركب الأيوني ZnCl2. وهكذا أحبائي ننطلق إلى النوع الأخير من التفاعلات الكيميائية، وهي تفاعلات الإحلال المزدوج. تفاعلات الإحلال المزدوج ربما من اسمها واضح أن لدي مركبين، يجب أن يكون لدي مركبين، هنا المركب الأول وهنا المركب الثاني AX و BY. ماذا سيحدث؟ نحن نعلم من خلال دراستنا في المستوى الثالث الإعدادي أن هناك مركبات، المركبات الكيميائية أو بالذات الأيونية منها، تنقسم إلى قسمين، أيونات موجبة وأيونات سالبة. الأيونات الموجبة تكتب في جهة اليسار والأيونات السالبة تكتب في جهة اليمين. فالA أيون موجب والX أيون سالب. أيضا بالنسبة للBY، البي أيون موجب والواي أيون سالب. ماذا سيحدث في تفاعلات الإحلال المزدوج؟ لاحظوا معي الآن ماذا سيحدث. يحدث تبادل الأيونات. لاحظوا ماذا سيحدث، ماذا سأفعل الآن؟ سأثبت الـ A والـ B، هذا هو الـ A وهذا هو الـ B. ماذا يحدث للـ X والـ Y؟ سيتبادلان أماكنهما، سيذهب يحل الـ X محل الـ Y ويحل الـ Y محل الـ X، فيصبح A Y زائد B X. ما رأيكم؟ فهذا هو تفاعل الإحلال المزدوج. نأخذ بعض التدريبات على هذه التفاعلات وسنجريها بتفاعلات كيميائية. لدي هنا محلول كبريتات النحاس وهيدروكسيد الصوديوم. ماذا سنفعل لو أضفناهما معا؟ لنجري التجربة.
لدي هنا CuSO4، لدي هنا CuSO4، نضع القليل منه في أنبوبة اختبار، ونفاعله مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، وهذا هو هيدروكسيد الصوديوم كما تشاهدون، هيدروكسيد الصوديوم NaOH. سأضع القليل منه في المخبار، كمية بسيطة، لاحظوا الآن، لدي محلول كبريتات الخرصين، كبريتات النحاس، ولدي هنا محلول هيدروكسيد الصوديوم. لنلاحظ ماذا سيحدث عند إضافتهما معا. لاحظوا الآن، لاحظوا هذا التفاعل ماذا سيحدث؟ هل تلاحظون ماذا سيحدث هذا التفاعل؟ هذا المحلول النقي ترسب فيه رواسب، وهذا الراسب لونه أزرق، لاحظوا مثل الغيوم. لاحظوا هنا التفاعل، لدي هنا Cu و Na كما فعلنا سابقا، سنثبتهم في مكانهم، هنا Cu وهنا Na. ماذا حدث للأيونات السالبة؟ الأيونات السالبة وهي الـ SO4 والـ OH، ماذا حدث لهما؟ تبادلا أماكنهما، فأصبح الـ SO4 محل الـ OH والـ OH محل الـ SO4، فيكون الناتج Cu OH 2 و Na تفاعلت مع الـ SO4. الـ SO4 هو عبارة عن محلول، والCuOH هو عبارة عن مادة صلبة، وهي هذه المادة التي نشاهدها في الأنبوبة، أنبوبة الاختبار. فهذه المادة هي عبارة عن هيدروكسيد النحاس، وهي مادة صلبة لونها أزرق. مثال آخر، لدينا مثال آخر، ماذا لو فاعلنا كلوريد الحديد الثلاثي مع نفس المادة، مع هيدروكسيد الصوديوم، لنشاهد معا ماذا سيحدث في هذا التفاعل. لدي هنا كلوريد الحديد الثلاثي FeCl3، سأضع القليل منه في كأس، ولدي هنا الـ NaOH. لدي هنا أنبوبة الاختبار، سأضع فيها كمية بسيطة من كلوريد الحديد الثلاثي، وأضيف لها محلول هيدروكسيد الصوديوم، ولنشاهد التفاعل، قطرات. لاحظوا ماذا سيحدث الآن، لاحظوا نفس التفاعل تقريبا، تكونت نفس مادة شبيهة، لاحظوا تفاعل كيميائي جميل، تكون لدينا راسب بلون الصدأ، نفس لون الصدأ، بني محمر تقريبا، هذا هو الراسب. إذن لنعود إلى التفاعل الكيميائي، لماذا حدث هذا التفاعل الكيميائي؟ أيضا بنفس العملية، لدي هنا الحديد والصوديوم، هذا هو الحديد وهذا هو الصوديوم، ماذا حدث للأيونات السالبة؟
عملية الإحلال المزدوج يحدث فيها تبادل للأيونات، فالسي ال ستحل محل الاو اتش، والاو اتش يحل محل السي ال، فيكون الناتج اف اي او اتش 3 و ان اي ان اي سي ال. وايضا هذا هو الراسب بنفس العملية، هذا هو الراسب الذي تكون لدينا وهو الهيدروكسيد الحديد الثلاثي، هذا هو هيدروكسيد الحديد الثلاثي ذو اللون نفس لون الصدأ، ولدي هنا محلول كلوريد الصوديوم. طبعا المعادلة غير موزونة، ما رأيكم لنستذكر قليلا الوزن المعادلات؟ لدينا هنا ثلاث ذرات من الكلور وهنا ذرة واحدة من الكلور، سأضع هنا رقم أو المعامل ثلاثة ليكون عدد الكلور متساويا في كلا الطرفين. وماذا فعلت أنا الآن؟ ضعفت عدد الصوديوم، ذرات الصوديوم إلى ثلاثة، فماذا سأفعل في هذا الاتجاه؟ أيضا أضيف هنا معامل ثلاثة ليكون عدد الصوديوم، ذرات الصوديوم متساويا في كلا الطرفين، وستكون المعادلة بهذا الشكل موزونة. أيضا لاحظوا هنا عندما أضفنا الثلاثة إلى هيدروكسيد الصوديوم، هنا أيضا الـ OH لدينا هنا منها ثلاثة، فالمعادلة موزونة بهذا الشكل، معادلة كيميائية موزونة. التجربة المعادلة الأولى هل هي موزونة؟ لاحظوا لدي هنا CU ذرة واحدة وهنا CU ذرة واحدة، النحاس موزون. لدي هنا الصوديوم، الصوديوم هنا ذرة واحدة وهنا هنا ذرتين، لدي إشكالية هنا، ماذا سأفعل؟ هنا لدي ذرتين صوديوم، سأنتقل إلى هنا وأضع المعامل اثنين ليصبح الصوديوم متساوياً في الطرفين، وبعد ذلك أتأكد لدي هنا مجموعة الهيدروكسيد الـ OH، لدي منها مجموعتين OH وهنا أيضاً مجموعتين OH، فتكون المعادلة موزونة وتحقق قانون بقاء الكتلة. في الختام أحبتي، لدي هنا تفاعلات سريعة كيميائية سريعة جدا، لنصنف كل منها بحسب نوعه، بحسب ما درسنا في هذا الدرس والدرس السابق. لدي هنا التفاعل الكيميائي الأول، حديد يتفاعل مع كلوريد الفضة. ماذا هذا النوع من التفاعل، ما هو يا ترى؟ ما هو؟ لاحظوا أن الحديد حل محل الفضة، والفضة أصبحت على شكل عنصر خارج المركب، فماذا هو هذا التفاعل؟ هذا التفاعل هو عبارة عن إحلال بسيط كما درسنا، لأن عنصر حل محل عنصر آخر في مركب، والحديد طبعا حل محل الفضة لأن الحديد أكثر نشاطا من الفضة. نوع آخر أو مثال آخر، لدي هنا CH4 مع وجود الـ O2 في جهة المتفاعلات، ونتج CO2 و H2O وينتج طاقة، هل تذكرتم؟ وجود الأكسجين في جهة المتفاعلات يعني أن هذا التفاعل عبارة عن تفاعل احتراق. المعادلة الثالثة، NaOH هيدروكسيد الصوديوم مع CuCl2 كلوريد النحاس، ماذا حدث؟ لاحظوا الـ Na والـ Cu ثابتتين، ما الذي حدث في الأيونات السالبة؟ تبادلت الأيونات السالبة أماكنها، وبالتالي كما ذكرنا آنفا أن هذا التفاعل هو عبارة عن إحلال مزدوج. النوع أو المثال الرابع، لاحظوا لدي هنا الكربون يتفاعل مع الأكسجين لإنتاج CO2. أكاد أستمع إلى إجابتين مختلفتين وكلاهما صحيح. لاحظوا معي هنا وجود الأكسجين في جهة المتفاعلات يشير إلى أن هذا التفاعل تفاعل احتراق، صحيح؟ صحيح. النوع الثاني، لاحظوا أن النواتج عبارة عن مادة واحدة فقط
وقد ذكرنا في الدرس السابق أن عندما تكون النواتج مادة واحدة فقط فيعتبر هذا التفاعل تفاعل تكوين. فإذا ذكرتم أن هذا التفاعل احتراق أو تكوين فإجابتكم بإذن الله صحيحة. المثال الأخير لدي هنا Al2O3 أكسيد الألمنيوم يتحلل إلى Al وO2 أو يتفكك. لاحظوا هنا أن المتفاعلات عبارة عن مادة واحدة فقط فيصبح هذا التفاعل تفاعل تفكك. وهكذا أحبائي لقد أجرينا اليوم بعض التفاعلات الكيميائية. أتمنى أن تكونوا وهكذا أحبائي أجرينا اليوم بعض التفاعلات الكيميائية الممتعة جدا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الدرس، وأرجو منكم كنهاية كل درس أن تتزودوا بالمزيد من الأنشطة والأمثلة لتتقنوا هذا النوع من الدروس. وهكذا أحبتي ألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى. تحياتي لكم.